يا زينه. ايوه يا حبيبي انا هنا. ازيك؟ ايه كله تمام؟ كله تمام، بس انت عارف كريمه لما تبقى في المطبخ ما بتسيبش حد يمد ايده في حاجه. روان مش هتقولي بقى انت مخبي عليا ايه؟ الوكل يا زينب عشان نفتح ونفس بعض. ربنا يخليكوا لبعض. كويس ان انت جيت. بص بقى انا قطعت العجل كيلوات وحطيتها في اكياس عشان كل البلد تاكل وتنبسط. عايزك تشوف لي حد امين كده عشان يفرق اللحمه دي على الناس. حلو جوي جوي جوي. يبقى فتحي. مين؟ فتحي. امر لله، بس نبه عليه ما ياكلش منها حاجه. حاضر. كلمهولي بسرعه، انا هجري اشوف الرقاق. ماشي يا ماما وانا جايه وراكي. طيب يا حبيبتي. شكلك هتبقى الكبيره يا زينب. انا طول عمري كبيره في اي مكان بروح له، ولازم ابقى رقم واحد. صح. عليا النعمه من نعمه ربي صح، حتى قلبي. انا هروح ابص على الاكل. ماشي. يا ابوي اهدي. حسن. ايه يا ولد ابوي؟ قلت رايح على ما تيجي. وماله؟ تعملي مع عادل؟ انساه النهارده، النهارده لينا احنا وبس. بقول لك ايه؟ اوعى اكون قلت لهم. ولا جبت سيره؟ تصدق انا شاكك فيك. حقك الصراحه. يا زينب الوكل يا زينب. يا حسن امك مأكده علينا، قالت الشوربه دي ليك ومحدش ياكل الكبده غيرك. اه والله انا بحبها فعلا. حسن انا محتاجه لك قوي انت ومروان. في ايه؟ في قضيه ماما. كريمه دي زي امي واكتر. انت فاكره ان انا ممكن ارتاح ولا يهدلي بال وهي جلجانه او تعبانه؟ طب قسما بالله لو حصلت ادخل السجن بدلها لا اعمل كده. انت بتقولي ايه؟ بجد يا حسن؟ انت مجنونه. كريمه دي لو طلبت عمري ما تاخرش عليها. يلا روحي بقى المطبخ اتعلمي لك اي حاجه. ماشي. خلي بالك من البطاطس اوعى تتحرق مني. وانا كمان بحبك يا حسن وبعتبرك ابني يا حبيبي. تعالى. في كلام كنت قلتهولي بس انا وقتها ما كنتش فاهمه ولا عارفه انت تقصد ايه. دلوقتي بس عرفت ان انت كنت على حق يا حسن. ايه الكلام اللي انا قلته؟ قلت لي ان انت هتقول لاولادك ان اما كريمه كانت بتحب اما كبرية وكانت بتقف جنب منها وتساعدها تاكلها وتديها الدواء وهي تعبانه والاتنين كانوا بيحبوا بعض. وقلت لي كمان ان انت هتقول لهم إن العيلة دي كلهم يدهم في يد بعض ومحدش هيقدر يفرق بينهم ولا في حد فيهم هيدي ظهره للتاني. أنت كنت صح يا حسن، أنت كنت صح. قولي عادل فين؟ مش هنا، خرج. طب واحنا قاعدين هنا بنعملوا ايه؟ بصي انا اتفقت معاه ان محدش فيكم هيخرج من هنا، بس لو اتفقنا تمام. تعالي. ما ينفعش كده، ما ينفعش نأمن لعادل خالص بعد اللي عمله معانا ده. ايوه احنا لازم نخلص من عادل. بالظبط، ما هو ده اللي انا بقوله. بس من غير ما نخسر عجله. وعجلك يوزن بلد، بس كيف؟ ريتيل. ريتيل لو عرفت ان عادل هو اللي ورا قتل ابنها مش هتسكت، ولا حسن كمان هيسكت. نعيمه هي اللي قتلت ابن ريتيل. اه والله نعيمه هي اللي عملت كده. وعادل وبدري هم اللي وزوها انها تعمل الحركه ديت عشان يسلموا حسن، وزينب هي اللي تلبس الموضوع، وساعتها يبقوا خلصوا من حسن ومروان في نفس واحد. طب وخلصتي من نعيمه؟ وحسن يدخل السجن ومروان يبقى لوحده من غير اخ يسنده. صح بالظبط. بس انا لو رحت قلت لريتال الكلام ده مش هتصدقني، عشان عارفه اني بكرهها وعايزه الدنيا تولع حواليها. بس لو نادية هي اللي راحت هتفكر في الموضوع.
بس كده عينيا، ده انا من زمان بحلم باليوم اللي اشوف فيه ولاد عبد الحكيم في السجن. امال فتحي فين؟ لسه ما جاش، كلمته في التليفون قال لي مش هقدر اجي غير لما اخلص اللحمه اللي معايا كلها. ربنا يبارك له. الله، وامي فين؟ تعبانه شويه ونايمه فوق، وقالت كلوا انتوا. ان شاء الله بعد ما نتغدوا نطلع كلنا كده بربطه المعلم نطل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يجمعنا دايما على الخير. يا حبيبي. ايه يا اما كريمه فصصي، الناس دول مكسوفين. دول بيتكسفوا. ودي يا اما. دول عينيهم قد البقره كده. محدش هيجيبهم من هنا الا ما الوكل ده يتمسح ماسح. مروان، ايه اللي كنت عاوز تقوله لنا يا حبيبي؟ احنا بنبلع اللقم الاول ولا ايه؟ ما تقول لهم يا مروان، خلي نفسهم تتفتح. اكتر من كده ده احنا نطشر. لا يا مرات عمي، لو عرفت اللي هنقوله نفسك هتتفتح وهتبقى سعاده الدنيا مش سايعاكي. ايه اتجوزت يا حبيبي ولا ايه؟ يا ريت. لا والله، بس انا عارفاك بتحب المواضيع دي زي عينيك. قول قول ما تتكسفش. لا يا ست ريتال، ما اتجوزتش بس هيحصل. ايه؟ انتوا فاكرين الفيلا اللي على مصر كنت بزوركم فيها؟ يا دي تتنسي يا مروان، دي كانت فيلا تشرح القلب. انا كنت بحبها قوي. بابا قبل ما يبنيها كان بياخدني انا وريتال نلعب في الجنينه هناك، وانا على طول كنت اروح معاه وهو لسه ما بنيهاش، واقول له يا بابا هتبنيها امتى؟ يقول لي قريب ان شاء الله، لحد ما بناها. وكل واحده فينا كانت واقفه على ايد العمال، وانا اللي اخترت العفش، وانا كمان اخترت الوان الحيطه، وانا اخترت التحف وكملت ظبطت الجنينه. هي لازمه الكلام ده يا مروان دلوك؟ اللي راح راح. وايه اللي راح راح؟ مفيش حاجه راحت يا عمتي. الفيلا رجعت تاني. ايه؟ ايه؟ زي ما بقول لك كده بجد يا حسن؟ الفيلا وكل الفلوس اللي اتنصب على عمي فيها رجعت تاني. لا غريتي. ما بعرفش يا ابني. لا غريتي انت يا عمتي. اللهم صل على النبي، ربنا يجعل عيالنا كلها فرح. امين يا رب. يا رب تكرم يا رب، الحمد لله. ايه؟ ايوه ربنا يخليك. يا جوجو، انتي نمتي ولا ايه؟ والله عندك حق، الواحد لما بيحس انه هو باله رايق ومستريح ونفسه حلو النوم بيبقى سهل قوي. البت زينب عايزه تلم العيال حواليها وتعمل عيله، ومروان وحسن عاملين زي السد لما يجي الطوفان، وسند لما الدنيا تميل بالواحد. العيال يا اختي بيعلمونا اللي احنا معرفناش نعلمه لهم. عارفه يا جبريه، يا وليه سايباني بكلم نفسي؟ جبريه جبريه جبريه، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم عليك يا شيخ حبتيني. فين يا ولية؟ ما بترديش، فكرتك موتي، خفت اللي يتهموني فيكي. انت بتفولي عليها وبصرخي في ودني كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، خطتيني يا اختي وانت فوقتيني.